السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم مريم مصطفى. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الرز بلبن بتاع المحلات بكل أسراره بكل تكاته. هقول لكم كل أسراره النهاردة إن شاء الله في الفيديو اللي بتاعت المحلات اللي هما بيعملوا بيها وبيشتغلوا بيها بالظبط. معايا إيه للرز بلبن النهاردة؟ معايا 4 كيلو من الحليب، زي ما انت شايفاه كده لازم يكونوا في حله واسعه، ما تكونش الحله ضيقه علشان ما تبقاش ضيقه على الرز بتاعك، تمام. معايا 1/2 كيلو من الرز غسلاه كويس او نقعاه نص ساعه، وبعد كده صفيته في مصفى زي ما انتوا شايفينه كده، ينزل اي ميه فيه، ما يبقاش فيه ميه خالص، لازم انقعه لمده نص ساعه. دي خطوه من الخطوات الرز بلبن بتاعنا. ومعايا الحليب زي ما انتوا شايفين كده. واول سر من اسرار الرز بلبن، هم طبعا ما بياخدوش الحليب بخيره كله كده ويعملوا فيه الرز بلبن. اول خطوه بيعملوها اصلا عندهم مكان بيفرزوا اللبن، بياخدوا منه القشطه، طبعا بيعبوها في العلب ويبيعوها في المحلات اللي احنا بنشتريها من المحلات، بتكون طبعا بسبب حاجات زي كده وبسبب طبعا حاجات تانيه كتير. يعني الرز بلبن بتاع المحلات ما بيكونش بقشطته، ما بيكونش بخيره خالص، بياخدوا منه القشطه بتاعته، فبيتفضل اللبن من غير دسم خالص. طيب هو بيكون كريمي وبيكون الرز بلبن بتاعهم جميل قوي. هنقول كل الاسرار وهنحط الاسرار بتاعته اللي هتخليه كريمي وهتخلي ليه وش جميل جدا جدا في منتهى الروعه. مش هتشتري ان شاء الله رز بلبن من بره ابدا. يبقى انا هعمل ايه اول خطوه بقى؟ بعد ما هما بيفرزوه بياخدوا منه القشطه، بياخدوا اللبن زي ما انتم شايفين كده، اول حاجه هنعملها هنغلي الحليب بتاعنا. لازم الحليب يغلي. احط فيه الرز دلوقتي؟ لا، مش هحط فيه الرز دلوقتي، مش هحط الرز غير لما اغلي الحليب، وده هتكون خطوه من الخطوات المهمه جدا جدا من اسرار الرز بلبن بتاعنا. وهنشوف هنحط الرز امتى وهنعمل فيه ايه. تعالوا معايا على البوتاجاز نغلي الحليب ونشوف هنعمل فيه. شايفين هنا بقى الحليب بتاعي خلاص بدأ يغلي زي ما انتم شايفين طالع اهو. اول ما الاقيه بيغلي كده انزل عليه بالرز على طول، 1/2 كيلو رز. طيب انا دلوقتي لما حطيت الرز طبعا درجة الحرارة قلت شوية عن الغليان، تمام. هعمل ايه؟ هسيبه تاني يغلي. اول ما يبدأ يغلي ويغلي معايا ويقلب كده هروح طافية النار، هطفي النار واسيبه ما يستويش. لا، هطفي النار لمدة ساعة، هسيبه يتنقع في اللبن دوت لمدة ساعة. على ما اجي بعد الساعة هلاقي الرز بتاعي استوى، ما سبتوش على النار، اخد وقت طويل. وكمان طبعا لو انا حطيته الرز وسبت النار شغالة، الاربعة كيلو لبن على 1/2 كيلو رز هيبقوا قليلين جدا وهحتاج لبن تاني. هما بيعملوش كده، هما لازم تطفي عليه هيستوي في خلال الساعة دي هيكون استوى الرز بتاعنا، تمام. ونشوف الخطوات التانية بتاعته ان شاء الله. طبعا انت في البيت بتكوني عاملة اللبن بتاعك بيكون بخيره، في قشطته وفي كل حاجة، مش طبعا ما بتكونيش شايلة منه قشطة ولا شايلة منه اي حاجة خالص، تمام. بصوا شايفين اللبن اول ما هيغلي بالغلوة دي كده خلاص انا هطفي النار خلاص كده عليه. بدأ يغلي، خلاص بمجرد ما يغلي معايا كده خلاص شايفين قلب ازاي بالغليان كده، خلاص الخطوة دي خلاص كده انتهت. هقفل النار على الرز خلاص كده، واول حاجة اعملها اروح مغطية عليه وسايباه لمدة ساعة. بعد ساعة نرجع تاني نكمل الرز بتاعنا بكل خطواته بكل اسراره مع بعض ان شاء الله. يلا بقى تعالوا نشوف الرز بتاعنا بعد ما غليته وركنته لمدة ساعة. شايفين الرز عمل ازاي؟ شرب كل الحليب ازاي؟ شايفين الرز بقى عمل ازاي؟ ما شاء الله، الله اكبر عليه. ما قعدتش سويت كتير، ما غليتش كتير ولا اي حاجة خالص. شايفين؟ هو ده اللي انا بتكلم عليه، ان الرز بتاعنا بيستوي من غير خالص ما اشغل النار عليه ومن غير ما اعمل اي حاجة خالص. هي ان انت تغلي الحليب بتاعك وتنقعيه النقعة دي لمدة ساعة، دي بتكفي تماما ان الرز بتاعك يكون استوى. شايفين؟ عايز اوريكم بس حباية الرز. شايفين الرز عامل ازاي؟ اتهرى ناعم خالص، هو ده اهو.
شايفينه؟ شايفين الرز؟ حبيت الرز، حبيت الرز لما اجي بص ادوس عليها استوت خالص. شايفين عامله ازاي؟ ده اللي انا بتكلم عنه كده. الرز بتاعنا خلاص استوى. هعمل ايه بقى؟ طبعا هحليه. السكر بيكون طبع رغبتك انت بقى. معايا سكر؟ تمام. هنزل بالسكر كميه بقى المناسبه. طبعا انا هدوقه وهشغل البوتاجاز عليه بقى خلاص يستوي يغلي. مش هيستوي بقى خلاص، هو الرز بتاعنا خلاص استوى. مجرد ما هيغلي هنحط له المكونات بتاعته اللي هي بتخليه كريمي وبتديله الطعم اللي احنا بنجيبه من المحلات بالظبط. نفس الشغل اللي انا شغلاه معاكم ده بتاع المحلات، نفس الخطوات هما بيعملوها بالظبط. تمام. سيبه بقى لحد ما يغلي خالص، وبعدين نضيف له المكونات بتاعته. الرز بتاعي خلاص بدأ يغلي. معايا معلقتين كبار من النشا، هحط له نص كوباية من الحليب وارجع واجي لكم نحطها على الرز. طالما الرز بقى غلي مش هتأخر عليه اكتر من كده. وبعدين هو مستوي مش عايزه ايه اسيبه على النار كتير. تمام كده. معايا النشا اقلبها كويس، الحليب، شايفينه بيغلي ازاي؟ اول ما يبدأ في الغليان هضيف النشا على طول. كمان الرز بتاعنا ما خدش نار كتير على البوتاجاز، استوى منه نفسه في الغاليه بس. ده هما اللي بيعملوه طبعا، توفير نار بقى ومجهود وجهد كبير قوي. في البيت نحط كنا الاول نحط الرز مع الحليب او مع ميه ويغلي ويقعد يستوي وبعدين نضيف الحاجات كان موال بصراحه. معايا النشا اهي دوبتها بالحليب، وانزل واحدة واحدة على الرز. بالشكل ده كده باستمرار التقليب. ما ضفناش للرز بتاعنا مية، ما ضفناش له حليب تاني، ما ضفناش اي حاجة خالص. النشا بتكون قليلة عشان في نشا في الرز، والرز طبعا بيكون خلاص اتشرب من الحليب، ما بيبقاش محتاج نشا كتير. فنحط له بس عشان يمسك ويبقى كريمي زي اللي هما اللي انت بتجيبيه كده، معلقتين الكبار النشا دول. هما بيحطوا نشا قليلة اهي كده خلاص. شايفين الرز كمان بدأ يلف معايا اهو. شايفين كده الشكل ده، هو ده المطلوب. طبعا النشا تستوي فيه، تقلبتين كده على ما النشا تستوي فيه، ونحط بقى الخليط بتاعنا اللي بيخلي الرز كريمي معانا، اللي هو خلطة السر بتاعتهم زي ما بيقولوا. طبعا الرز ما بيكونش فيه اي قشطة، ما فيش فيه اي حاجة زي ما قلت لكم، بيكونوا واخدينها اي دسم، فبالتالي هيخلوه كريمي ازاي. دي خطوة النشا خلاص اهيت. شايفين قد ايه الرز ما خدش وقت على النار. طيب ايه بقى الخلطه بتاعتنا اللي هنحطها علشان تخلي لي الرز كريمي معايا؟ معايا كوبايه من الحليب البودر، كوبايه حليب بودر، ومعايا نص كوبايه من الكريم شانتيه بودر. تمام. ده بقى اللي هيخلي لي الرز بتاعي كريمي وهيخلي لي وش حلو قوي. تمام. هعمل فيهم ايه؟ هدوبهم في شويه حليب الاثنين، هقلبهم كويس وادوبهم ونشوف الخطوه دي ضروريه بقى. مجرد ما احط الخليط ده اللبن البودر والكريمه على الرز بتاعي اطفي النار على طول، او تطفي النار وتحطيه، حاجه من الاثنين، يا تحطيه وهو شغال كده على النار بس هقلبه كويس قوي، يتقلب كويس قوي في شويه حليب، اطفي النار وحطيه الخليط ده، او تحطيه وتقلبيه على تقليبه وتطفي النار. بقلبه اهوت
بتدي وش للرز اللبن بقى بتاعنا رهيب. ده بقى كمان ممكن تاخديه كده وتدخليه الفرن بالخلطه دي. هي شايفين الخلطه بتاعتنا قلبتها كلها بالشكل ده اهو، واضيفها على الرز بتاعنا. ودي الخطوة اللي بتخلي الرز كريمي والطعم الرهيب اللي انت تقعدي دايما تسألي رز المحلات بتعمل ازاي، رز المحلات ايه اللي بيخليه بالشكل ده او بالطعم ده. هي دي شايفين. في الحالة دي بقى انا خلاص كده النار هطفيها، ما ينفعش النار تكون شغالة. انا كده قفلت خلاص على الرز بتاعنا. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ واخدين بالكم من القوام اهو؟ تعالوا بقى يلا نغرف الرز بتاعنا كده خلاص. وكده بقى هعبي الرز بلبن بتاعنا في العلب اللي انتم شايفينها دي كده. تمام كلها. بالشكل ده كده هياخد العلبة ونعبي بقى كل الرز. شايفين يا عيني على جمال الرز. والله العظيم عايزه اقول لكم مفيش اختلاف نهائي عن اللي انت بتشتريه من بره، طعمه نفس اللي بتشتريه من بره بالظبط، مفيش اي اختلاف نهائي والله العظيم. يعني انا دلوقتي ضايقاه، مفيش نهائي نهائي خالص اختلاف، مفيش. احلى شويه رز بلبن. الطريقه كلها باسراره وخطواته كلها اللي هم بيعملوه. شايفين هكمل كل الرز، هعبي العلب دي كلها وارجع لكم تاني نشوف الشكل النهائي للرز بتاعنا. طبعا لو انت هتعبي في علب زي دي ممكن تدخليها الفرن لو انت حابة تعملي الرز في الفرن. تمام كده خلصت الرز بلبن بتاعنا، عبيته في العلب زي ما انتم شايفين في الاطباق دي كده. والله العظيم قسما برب العزة الرز بلبن مفيش فرق بينه وبين اللي بره خالص، نفس الطعم ونفس القوام ونفس الريحة. والله بجد رهيب، تحفة بجد. اللي هيجربه ان شاء الله مش هيبطل يعمل طريقه الرز بلبن خالص. طبعا ولا هتشتري من بره نهائي ولا هتحتاجي ان انت تشتريه خالص. كده الفيديو بتاعنا خلاص خلص. لو انت اول مره تدخل القناه ما تنسيش تعملي سبسكرايب وتفعلي الجرس يوصلك كل جديد ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.